جماعة اليوم أنا بتكلم عن موضوع وايد خطير، مو خطير لدرجة الموت إلا خطير على مجتمعاتنا. جد والله بتكلم اليوم، أنا بتكلم عن عزوف الشباب عن الزواج. الشباب وايد الحين لما تقول له تزوج يقول لا والله أنا ما بتزوج، مسؤولية، واحد لا خلق المسؤولية وعيال، واحد ثاني نطلق يقولك والله غلاء المهور والحريم ما يتحملون، حكي فاضي. أنا بيني وبينكم خليني أقولكم شغلة، أنا قبل يومين قعدت مع ناس، ما أقولكم ناس مختصة، ناس عايشة الواقع، ناس كلمتها صح، قالوا لي هذا كله حكي فاضي، سالفة انه والله غلاء المهور والحريم يدمرون والحريم ما يبون الرياييل، هذا حكي فاضي، والحرمة تطلع لكم تقول لكم انا رجل، انا عندي 100 رجل وانا ما احتاج رجل، هذه اكثر واحدة تلقونها مكسورة عاطفيا من داخل، هذا كله حكي فاضي. انا اعطيكم الواقع الحين، انا ما قاعد اتكلم على احد، انا اعطيكم الواقع شغلة ممكن معي. اليوم الشاب الكويتي واجب علينا يتزوج كويتية، واجب وبسرع وقت، الكل لازم يتزوج. اليوم عندنا صارت نسبة الاحصائية 3 حريم بالرجل، يعني لو كل رجل يتزوج 3 حريم يلا تصير فيه مساواة، واحنا طبعا ما نحث انك تتزوج الثاني والثالثة، انا ما احث على هذا الشيء، خليك على مرتك، ولكن اتكلم عن الرجل اللي مو متزوج بالمرة، يعني اتكلم فئة الرجال، لو بغيت تتزوج زوج بنديرتك وبسرعة وقت، بالفترة الحالية مرتاح ماديا امورك تمام، توكل على الحكومة الكويتية قاعد تعطيك كم، قاعد تعطيك 6000 دينار، ماكو بيت كويت تطق عليه الباب يقولك اكثر من 6000، صدقني إذا بنت يعني بنت بنوت على قولتهم ما يطلبون من أكثر من 6000 دينار. بس المشكلة وين؟ لما ييك واحد كويتي يتزوج من غير كويتية ويخلي بنت ديرته عانس وقاعدة في البيت، تسأله ليش والله ما أخذي من شرق آسيا، أنا ما بذكر جانس وأخذي من وين، من آسيا، ولا ما أخذي واحدة من جنسه، ولا حتى أصلا من مذهبه، والله من باب إنه والله بتوفر علي، والله صراحة هذه سقرتية ما وراها مشاكل، ما وراها عورس، من قالك حبيبي؟ هذه تنطر موتك عشان تروح طال عمرك تجيب ولديرتها تحط على رأس عيالك، طبعا فلوسك كلها تلهم، ما عندك ولا فلس. روح سألوا ناس، إذا عندكم ناس يشتغلون في شؤون الإقامة راح يعطونكم بلاوي زرقة وراح تقولون كلام الطليحي صح. الحين خلصنا من هذا موضوع الرجل، خلينا نتكلم عن موضوع المرأة الحين. عبد الله ايش تبي تسولف عنها؟ المرأة، المرأة الكويتية إذا طق عليك الباب رجل كويتي لا تتذمرين، والله طويل قصير عيونه كبار عيونه صغيرة جيكر مو حلو، هالسوالف هذه تركيها عنك، زوج إذا كان ولد حلال. زين عبد الله ما طق علي الباب واحد كويتي ايش سوي؟ انا عنس اقعد بالبيت؟ لا يا اختي والله، اذا طق عليك الباب شخص غير كويتي هم تزوجي. بالنسبه حق البنات انا قاعد اتكلم، لان الامور تختلف، بالنهايه المرأة تبي ضنة، تبي عيال، تبي اسرة، فعشان ما يطوفك القطار وتطيحين بكبد ابوك لازم تتزوجين ولا تنطرين أحد. هذا طبعا أنا تكلمت بسريع على المعادلة، لما نتكلم 3 حريم مقابل رجل شلون نحل المشكلة. عبد الله ليش قلت حق الرجل تزوج إلا الكويتية والمرأة تتزوج عادي إذا ما ياها كويتي تزوج من غير كويتي؟ أوكي عشان نحل المعادلة 3-1، هذا حلها الوحيد.